عنده خشونة، يعرف ازاي الأعراض اللي نعرف منها اللي احنا عندنا خشونة؟ ده سؤال كويس جدا. اه الأعراض بتبتدي ساعات كتيرة جدا بيبقى الخشونة موجودة واللي عنده الخشونة مش حاسس، مش عارف ان هو عنده أعراض. بتبتدي أهم عرض بيظهر هو الألم. الألم طبعا، بس مش كل الألام يا دكتور. لا مش كل الألام، مش كل الألام، مش كل الألام. الألم بتاع الخشونة عادة بيبقى أول ما بنقوم من النوم، وبيزيد مع الحركة ومع طلوع السلم أو الحركة أو الوقفة لفترة طويلة. ده مختلف مثلا عن الالام اللي بتيجي مثلا نتيجه الاجهاد او نتيجه مثلا اصابه في الغضروف او اصابه في الركبه، ده بيبقى شكله مختلف تماما. الالم بيزيد في اوقات واوقات، يعني غالبا بيزيد في الشتاء او في اوقات البرد. بيقل اكتر لما تكون طبعا درجه الحراره اكثر دفئا. كل ما تبقى درجه الحراره دافئه كل ما يبقى مشكله الوجع بتاع الخشونه بيبقى اقل. ده حقيقي. الاعراض التانيه اللي بتبقى ساعات بيحصل تورم في المراحل المتقدمة جدا من الخشونة، بيبتدي المفصل نفسه شكله يتغير، بمعنى ان هو يبقى اكتر من اكبر من حجمه الطبيعي. يقول لك انا ركبتي كبرت، حاسس انها كبرت. يعني ده من اعراض الخشونة. ده من اعراض الخشونة. ويبتدي يحصل مع المراحل المتأخرة جدا بعض التشوه وبعض التقوس في المفصل، وده بيزيد مع الوقت. ايوه، بيبتدي ممكن تبقى المشاكل بتزيد في الحالات اللي هي بتبقى متقدمة اكتر، وبيبتدي حركة المفصل نفسها تقل. فالمريض ما بيقدرش يفرد للاخر ركبته او ما يقدرش يتنيها للاخر. بيبقى غالبا الالم بيتحسن، بيبقى زي ما احنا قلنا بيبقى فترات وبيتحسن، بيجي مثلا اسبوع او اسبوعين على هيئه نوبه وبتتحسن بعد كده، ونرجع للايه؟ للبيز لاين او اللي هو نقطه الصفر بتاعتنا اللي هو فيه الم خفيف محتمل. ايوه. طب ليه علاج يا دكتور؟